فهذه نصيحة للتجار، نقول إن الله تبارك وتعالى إذا كتب لكم مالا سيأتيكم، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. فالكتمان والكذب والغش والنجش والحلف، كل هذه الأشياء والله لن تزيدك فلسا لم يكتبه الله لك سبحانه وتعالى، ولا ينقصك فلسا كتبه الله لك سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. الرزق مكتوب، الرزق مكتوب، فاصدقوا في معاملاتكم وقولوا الصدق. بعضهم يقول أبيعك حديد، يعني عن السيارة، وبعض والآخر يقول أبيعك الناقة، يعني لحم أو الخروف أو البقرة، أبيعك لحم ما نشغل في عيوبها. ليه؟ ضع نفسك مكانه تنتهي المشكلة. أحب لأخيك ما تحبه لنفسك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.